اللي حنقدمها اليوم فرقة استطاعت انها بالفعل تنفذ حاجات مرة كثيرة. فرقة موسيقية عربية تفردت بتجارب اعادت للذاكرة اشعار المتنبي وابي تمام وفخر البارودي وغير، عزفوا وغنوا فخاطبوا التاريخ بارواحنا. ما حنتكلم كثير، خلينا نسمع سوا الفارابي. فارابي جو. السلام عليكم. بس نبذة بسيطة عن الفارابي قبل ما نبدأ. هو عالم مسلم اشتهر بالطب والفلسفة، بس لقى وقت انه يكتب 3 كتب عن الموسيقى. فهذا دليل انه الموسيقى علم مو اي كلام. شيء ثاني، فكرة الفرقة كانت تجريبية وهي الاكسبرمنتال ميوزك، نجرب اشياء كثير يعني آلات ستايلات مختلفة. أول تجربة كانت لينا مع أشعار المتنبي، كلنا حافظين المفروض، وخصوصا العالم اللي ليها في الأدب العربي. فقبل ما نبدأ بس حابب أعرفكم عن الفرقة. معنا هو ناس تسميه الساخر بس أنا أسميه الساحر، ساحر The Great ضياء على الجيتار، قلب الأسد عماد على الدرمز، عازف العود الأول مكرر في السعودية، يقول الأول مات هو، فهو الأول، العبقري غسان، المبدع أنس على البيس. معكم مثنى. الأغنية هذه اسمها قصة ملك، Story of a King. إليه والسيوف تموت.
فرصة. شكرا. طبعا نيابة عن الشباب كلهم نحب نشكر دار الحكمة طبعا في عميدتهم وطالباتهم كلهم طبعا والسفورت كله. طبعا نحب أذكر الأستاذ بندر وبشكر طبعا نسكته وبشكر الشيخ عروة شيختنا كلنا. أحب أشكر كمان مديرنا تامر فرحان على السفور كله تامر. ونحب ياريت نشكر كلنا تحية كبيرة لباك يارد للمهندس بسام ريفي وزملائه كلهم على العرض الجميل اللي قدموه. أحب أشكر كل حبايبنا وأخواننا وكل من قريب على القلب وعلى الروح وشكرا لكم كلكم كل من شجعنا ودعمنا وجزاكم الله خير. الفارابي شكرا. Good job. شكرا يا أمي على الحضور.